صباح الخير لجميع الطلاب، أتمنى تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. التمرين الثاني أو هذا الفيديو، هدف هذا الفيديو هو تعريفكم على التمرين الثاني. وطبعا هذا التمرين الثاني أنا صورته في المرسم، عملت لكم إياه في المرسم من خلال مجموعة عناصر موجودة عندي في المرسم. وضعت لكم إياه قبل قليل في أو على الويب سايت تبع الإيليرنينج، إن كانكم تفتحوه. ما طبعا أنا صورت لكم إياه بالأبيض وبالأسود. إن شاء الله رب العالمين البروجكت القادم أو التمرين القادم راح أخليكم تاخذوه من المرسم، أنتو ترسموه من المرسم دايركت من عدة زوايا، لكن احنا اخذنا هذول البروجكتين الاولانيين لعدة اسباب مهمة جدا. هي اولا انكم انتم تتدربوا على استخدام الرصاص او اقلام الرصاص، تدرب على الظل والنور. هناك بعض المسائل بالظل والنور، بعض المفاهيم بالظل والنور اللي هي الهايلايت، الميد تونز، الريفليكشن اللي أنا شرحت لكم إياها بالأمس في الفيديو تبع الأمس. هاي قضايا مهمة إنكم تعرفوها بسرعة قبل ما إنكم تجلسوا في المرسم وتبدأوا ترسموا من الطبيعة الصامتة دايركت. لذلك في بعض المفاهيم والقضايا والتقنيات إنتم حابكم تعرفوها بالأول. طبعا هذا في استثمار أفضل للوقت تبعكم، خصوصا انكم انتم الان يعني بتداوموا بس يوم واحد فقط في الاسبوع، فلذلك احنا بدنا نستثمر الوقت تبعكم بشكل افضل. وايضا وهاي كمان معلومه جدا مهمه، انه احنا عمالنا بنحاول نعوض الاسبوعين اللي راح عليكم في بدايه الفصل. فهاي كليات هالامور خلتني اني انا اباشر ابدا هذا الفصل بهدول البروجكتين من صور. وطبعا يعني هذا براكتس عالمي موجود، انه الطالب بيبدأ يشتغل من صور عشان يتعلم التكنيك ويتعلم بعض المفاهيم الأساسية قبل ما انه يبلش يشتغل من أمامه في المرسم. الآن الطلاب الأعزاء، هذا شيء كثير، انا راح اشرح لكم بعض القضايا الكثير مهمة، راح اشرح لكم بعض القضايا الكثير مهمة بهذا البروجكت. اولا هناك مجموعه من الالوان او مجموعه من البروجكت، مجموعه من الاوبجكتس البيضاء. هنا في عندنا في الخلف كره، وهنا في عندنا اسطوانه، وهنا في عندنا مجموعه مجسمات. طبعا هذا مجسم ابيض، بنلاحظ انه الظل والنور هنا كيف شكلهم، والظل والنور هنا كيف شكلهم، والظل والنور هنا كيف شكلهم. بنلاحظ انه النور هنا أقوى من النور هنا وأقوى من النور هنا، ماشي الحال. بنلاحظ الأشياء أو المفاهيم اللي إحنا حكيناها امبارح، اللي هي الكور شادو، الكور شادو اللي موجود هنا، الكور شادو اللي موجود هنا. شايفين كيف هنا الريفليكشن، الكور شادو اللي موجود هنا. طبعا الكور شادو اللي موجود هنا أغمق من هذا وأغمق من هذا لأنه جاي بالخلف. طبعا إحنا بنلاحظ إنه الدرجات الضوئية كل ما رجعت للخلف، كل ما رجعت للخلف كل ما أصبحت أغمق، تمام؟ بنلاحظ الماتيريال تبع هذا العمود اللي بالوسط، بنلاحظ الماتيريال أو الخشب تبع هذا الأوبجكت الفيل اللي هون، بنلاحظ هاي القطعة المعدنية الموجودة هون. إذا إحنا في عنا مجموعة ماتيريالز، في عنا خشب، في عنا الماتيريال تبعت هذا العمود، في عنا هذا الجبس، كمان في عنا الزجاج. هذا الزجاج، شوفوا كيف الزجاج انا عملكم اياه بيعكس جزء من الخلفيه، وبيعكس يعني هو بيعكس جزء من الخلفيه، لكن الخلفيه البيضاء والخلفيه هاي الغامقه. فلذلك هاي الامور لازم انتم تاخذوها بعين الاعتبار. مره ثانيه شايفين هذا المجسم الاسود وهذا المجسم الابيض، شايفين لما احنا نحكي بالتونات، لما احنا نحكي بالتونات بنشوف انه مثلا هذا اغمق شيء عندنا، هاي كمان هاي مجموعة مجسمات برضو كمان افتح شيء عندنا، بنشوف انه هذا شوي ميد تون اغمق، بنشوف هذا اغمق، لونه اغمق من هذا.
بتشوف هذا كمان فاتح جاي فاتح، وبتشوف كيف عندي أنا الكرة هاي خلت هذا الأوبجكت يبين معي أكثر، خلت الأوبجكت هذا يبين معي أكثر. يعني أنا في عندي ميد تون، بعدين في عندي هنا دارك تون، بعدين في عندي هنا لايت تون، بعدين في عندي هنا دارك تون ميد تون دارك تون، هي اللي هي هذه الأوتلاين تبع الأوبجكت هذا. بعدين أنا في عندي لايت هنا كرة، بعدين أنا في عندي هنا دارك تون، بنوع بين الظل والنور، بنوع بين البيرسبكتيف، بنوع بين برضو كمان طريقة التهشير. بدي أدير بالي على طريقة التهشير، بدي أشوف كيف طريقة التهشير في الخلفية، وبدي أشوف أنا هون طريقة التهشير في الأوبجكتس اللي موجودة عندي هنا. البيرسبكتيف أو المنظور اللي موجود في هاي المجسمات، المنظور الموجود في هاي الدائرة، هاي القضايا كلياتها أرجو من الجميع أنكم تنتبهوا عليها. الموضوع كتير هيك ممتع. ليش ممتع؟ لأنه في مجموعة من العناصر المختلفة، في مجموعة من الملامس، الملامس هاي مختلفة، في عندي أنا زجاج، في عندي بلاستيك، في عندي كرتون، في عندي كمان خشب، بعدين كمان في عندي حديد. طب يجي يحكوا لي لا هذا شوي صعب علينا في ديتيلز، لا. الآن البروجكت الأولاني في مجموعة كثير كبيرة من الطلاب أظهرت يعني مستوى جدا جميل أو جدا جيد من الرسم، مستواهم كثير منيح. وهناك مجموعة من الطلاب أيضا بحاجة لبراكتس، اللي بدي إياه منكم أنكم تعملوا البراكتس هاد وتشتغلوا عليه. الآن رح أعمل أنا فيديو تاني لتوضيح أكثر حول هذا البروجكت.